يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يتكرر من أولادي الصغار قولهم والله لا تضربني إذا أردت تأديبهم فأكف عنهم تعظيما لله، فهل أنهاهم عن كثرة هذا الحلف أم أتركهم ليتربوا على تعظيم الله؟ وهل لي أن أضربهم إذا حلفوا وقالوا والله لا تضربنا؟ عبد إبراهيم النخعي رحمه الله يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، فلا تتركهم يمتهنون الحلف بالله. وأيضا هذا معناه أنك تترك تأديبه، فلا تترك تأديبه فيتخذ هذا واقيا له ويفعل ما يشاء، وإذا أردت أن تؤدبه حلف لا. نعم، وهو ليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، لأنه ما دام دون البلوغ هو غير مكلف. نعم.